نفسي في نادي يكون مش غالي، عايز اتفسح انا وعيالي، ويا ريت جنب البيت والاقي في كل اللي يريح بالي. شغل البيت بوظ اعصابي، عايز اروق مع صحباتي واظبط شعري وحركاتي واتسوق واجيب طلباتي. بالنسبه لي الكوره حياتي، نفسي في كابتن مش عجلاتي، قصد اعرض قدامه مهاراتي ويقلي. اتغدى سكالوب بانيه من غير ما ادفع 1000 جنيه، واشرب شاي في حته نضيفه غير احوالنا، في حققنا كل املنا، اجمل حته